رجعنا مرة تانية مشاهدينا، نهارك سعيد، مستمرين مع بعض في فقراتنا. وصلنا لفقرة هنتكلم فيها عن تفاصيل أكتر عن زيارة البابا توادروس لأثيوبيا. عايزة أقول لكم إن علاقة الكنيسة المصرية بالكنيسة الأثيوبية كانت علاقة يعني ليها تاريخ طويل جدا وقديم، وكانوا في الأول كنيسة واحدة، ثم بعد كده انفصلوا بقوا كنيستين. وبعد العلاقات المتوترة اللي حصلت بين مصر وأثيوبيا بعد أزمة سد النهضة، يمكن حصل أو بتحاول مصر أنها تستخدم كل وجميع الطرق الدبلوماسية علشان ترجع مرة تانية العلاقات تكون في توضد أكتر، أو عشان تحل الأزمة يعني بمعنى أصح. هنتكلم النهاردة بالموضوع ده وبتفاصيل أكتر مع دكتور شريف دوس، رئيس الهيئة العامة للأقباط. صباح الخير يا فندم. إزيك دكتور شريف؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. انت طيب دكتور شريف. خلينا الاول، نعم، وانتوا طيبين. وانتوا طيبين لان احنا كلنا واحد، يعني كلنا بنستمتع مع بعض بالاعياد كلها طول السنه. دكتور شريف، كلمني عن تاريخ الكنيستين في البدايه كده عشان نتعرف عليه اكتر من حضرتك. الكنيسه الاثيوبيه هي كنيسه ارثوذكسيه كانت تتبع للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه لحد سنه 70. وقداسه البابا كيرلس رسم اول بطرك لأثيوبيا سنة 70. فلحد سنة 70 ما كانش فيه بطرك لأثيوبيا، كان فيه كهنة وكانوا بيرسموا في القاهرة بواسطة بابا الأقباط. بحدوث مشاكل سياسية، كانت مصر على علاقة طيبة بالإمبراطور هيلي سلاسي، وهو حضر وضع حجر الأساس للبطريركية المرقوصية في العباسية، وهو أهدى المذبح بتاع الكنيسة. وبعد وفاة أو بعد ما تشال هيلي سلاسي من حكم، جه حكم شيوعي اللي هو هيلي مريم، وقرر قطع كل الروابط بين الكنيسة المصرية والكنيسة الأثيوبية. فأول المشاكل هو الحكم الشيوعي في إثيوبيا، وأصبحنا في علاقات فاترة. نعم. معه بعد جديد. لو أن الكنيسة من داخلها كهنة وأسقفة وبطرك لحد البطرك الحالي الأب ماتياس هو بطرك إثيوبيا. نعم. وقبليه أبونا باولوس اللي كان بطرك قبليه وتوفى، كانوا على علاقة جيدة بكنيسة الأسكندرية، لدرجة أن في انتخاب بابا الأسكندرية ليهم بعض الأصوات. يعني الكنيسة الإثيوبية تشترك في انتخابات بابا الأسكندرية. نعم. وده حاجة تاريخية. ولما بنصلي في كنايسنا في القاهرة، ممكن قس اثيوبي يصلي جوه كنيستنا ويقود الصلاه. جميل. وحتى صلوات الاعياد بتاعتنا دايما تلاحظي ان في قس اثيوبي مع البطرك بتاعنا. صح. احنا بدون شك علاقات الكنيسه الاثيوبيه والمصريه تحسنت في خلال السنتين اللي فاتوا. تحسنت تحسن شديد، ووجود قداسة البابا توادروس في إثيوبيا بوفد رفيع المستوى. نعم. خد مين معاه؟ مين بقى؟ خد الأنبا بشوي اللي هو مطران دمياط والبراري، وده بنسميه في كنيستنا حامل الإيمان الأرثوذكسي. حامل. لأن هو أكتر واحد من أكتر الناس اللي عندهم معلومات عن الأرثوذكسية واللاهوتية. وكمان خد الأنبا هيدرا والأنبا ساويرس والأنبا دوماديوس ورؤساء أديرة ماريمينا والعدرة في وادي النطرون. ليه خد دول؟ لأن بعض الرهبان الاثيوبيين في زياره دائمه لهذه الاديره، بيحبوا هذه الاديره. فالبابا توادروس نقى
الناس اللي ليهم علاقة بالكهنة الإثيوبيين والبطرك الإثيوبي عشان يكون فيه ود في بداية الكلام. صحيح، لتوطيد العلاقات مرة أخرى يعني، ويكون فيه كده محبة بينهم. وأعتقد أن هو كان موفق في هذه الخطوة في اختيار الوفد رفيع المستوى، وموفق أنه لما صلى في امبارح وهيصلي تاني في بلد تانية بكرة أو النهاردة، وموجود خلاص هناك في أثيوبيا. نعم، موجودين الزيارة اوريدي تمت يعني. ففي القداسين كان في جموع كافرة. عايزين نعرف استقبال ودي الزيارة. توري محبة الشعب الإثيوبي للكنيسة، الكنيسة الإسكندرية. بدون شك الإثيوبيين متدينين، وانا شفت ناس اثيوبيين كتير من كهنه، وحتى وانا صغير شفت الامبراطور هيلا سيلاسي كان راجل عظيم يعني، وكان زي الكهنه، كان رئيس كهنه. واعتقد انه احنا زياره الانبا تواطروس ده بتزيد محبه الشعب الاثيوبي لينا، وتحسن من التفاهم في القضايا الأخرى الغير دينية. طب ما تخلينا نحدد كده، الزيارة دي هي زيارة دينية ولا سياسية ولا بدون شك تعتبر هي دينية. زيارة وطنية؟ لا، هي دينية. دينية، لأن في أمور دينية شائكة كان لازم تتحل بين الكنيستين. وإحنا ما زلنا بالرغم من النهاردة الكنيسة الإثيوبية هي كنيسة شقيقة، لكن هي طلعت من رحم الكنيسة، كنيسة الأسكندرية. فمش عايزين نفقد هذه صلة التراحم. صحيح. وعشان كده لسه بنخليهم ليهم بعض القول والمواقف داخل كنيستنا. نعم. احنا بنحترمهم جدا. هم ناس متدينين جدا، متدينين عنا. يعني تقصهم متدينة عنا. ولو انت تعرفي البنات اللي بيشتغلوا هنا في القاهرة وبيصوموا ازاي، متمسكين قوي بالشعائر بتاعتهم. حضرتك كان عندنا واحدة بتشتغل عندنا، كان تدخل الكنيسة زحفة على ايديها وركبتها، ولما يجوا في عيد القيامة يصوموا 3 أيام طي قبل القيامة، ولا مية ولا شرب ولا أكل ولا يعني، عناف جدا. أيوة. في صيامتهم. طب وهي الزيارة خلاص المفروض هتنتهي بكرة، مظبوط كده؟ كان جدول الزيارة ايه من وقت ما ابتدت لحد ما هتنتهي بكرة ان شاء الله؟ عمل لقاءات روحية مع قيادة الكنيسة الإثيوبية، كان في قداسين، وهيزور بعض أوزار، وهيزور بعض الأماكن الدينية الإثيوبية. حلو جدا جدا. ويعني هيقدر يعمل كل ده في الكام يوم الصغيرين قوي دول يعني. قدس البابا نشيط وكويس. طب والزياره اتاخرت ليه يا دكتور؟ يعني في ناس بتقول انه الزياره اتاخرت، جه وقتها متاخر شويه، كان المفروض تتعامل بدري شويه. السبب مش سبب كنيسه. نعم. السبب سياسي اولا، لان احنا مرينا بظروف غير جيدة، وما كان الأمن مش مستتب كفاية، وزيارة زي دي عايزة تحضيرات أمنية وسياسية ودبلوماسية كبيرة. فما كانتش الزيارة اتأخرت من جانب الكنيسة فقط، ولكن من جانب الدولة. وشخصية زي شخصية الأنبا تواطروس ما يقدرش يسافر حتة إلا بموافقة قيادة سياسية في مصر. هل تعتقد ان الانبا تواطروس ممكن يناقش ازمه سد النهضه في الزياره دي، او من خلال الزياره دي ممكن يعدي كده على هذه الازمه، ولا هتكون مش من ضمن الجدول بتاعه؟ الانبا تواطروس لا يتدخل في السياسه. ودي من مميزاته، وعاهد على نفسه اول ما جه ان هو لا يتدخل في السياسه، لكن هو كمصري مستعد انه يساعد في الحاجات اللي تطلب منه، ولم يطلب منه شيء. فبما انه لم يطلب منه شيء فلن يمر مرور حتى الكرام على أولاً ازمه سد النهضه. عايز خبره، الموضوع بقى دخل في موضوع خبره، ما حدش يقدر يتكلم لوحده كده. لكن
العلاقات الحسنة بين الكنيستين بتمهد صحيح. العلاقة الحسنة بين الدولتين. صحيح، كنت عايز أسألك إنه حتى وجوده هناك ده ممكن يحل من يعني توتر العلاقات أو الأزمة هناك. وهو بيقول إن مياه النيل هي للإثيوبي والمصري، هي حياء لجسد الإثيوبي والمصري، والأرثوذكسية اللي هو بيمثلها هي إحياء للعلاقة الإثيوبية المصرية. يا ريت ده يحصل فعلا. هل تعتقد أنه فعلا هتستعيد مرة أخرى الكنيسة المصرية مكانها ودورها في أثيوبيا زي ما كانت زمان، ولا ده هيبقى محتاج لوقت يعني والزمن طويل؟ ما نقدرش نرجع الزمن لورا ونقول الكنيسة الإثيوبية مش موجودة وإحنا الرئيس بتاع الكنيسة القبطية هو رئيس هناك. لا، إحنا اتفقنا أن نكون كنيستان شقيقتان، نفس الأعياد، نفس الليثرجي، نفس القداس، الصيامات، كل حاجة هي موحدة وهم مش بيخلفونا في حاجة. فلا أعتقد أن الأنبا تواودروس في أي ميل أن هو يهز هذه العلاقة الحسنة بين الكنيستين. احنا كنا زمان سياسيا كنا بعيد قوي عن بعض، لكن علاقة الكنيستين هما دول اللي كانوا بيقربونا من بعض. هو بدون شك قربونا، واللي بيحصل اليومين دول ان في كثير من الرهبان الاثيوبيين بيقعدوا في الأديرة بتاعتنا. نعم، عشان كده اختيار الأنبا تواودروس لاثنين من رؤساء الأديرة مريمينا والعذراء وادي النطرون كان ليه حكمة، انه في رهبان اثيوبيين موجودين بيتزوروا هذه الاماكن. يعني بما انه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كله كلام بيدينا امل انه ممكن الكنيسه الاثيوبيه بقوتها ان هي تضغط على الحكومه الاثيوبيه ان هي ممكن تحل الازمه شويه او من فتور الازمه شويه، هل ده ممكن يحصل ولا برضه بنستبعده عشان ما يبقاش عندنا امال كده ايه على الفاضي يعني؟ لا يوجد اي تاثير من الكنيسه على الدوله في اثيوبيا. لكن الاثيوبيين كلهم ودول الأغلبية هناك، يعني في مسلمين في أثيوبيا، فما تقدريش أنت تدخلي باسم الكنيسة باسم الدولة. الأغلبية المسيحية هناك مؤمنة جدا وبتراعي كلام الكنيسة، لكن الكنيسة ما تقدرش تتطاول على الدولة، ما تقدرش تتدخل في شؤون الدولة يعني. سياسيا ما تقدرش تعمل ده. فلا أعتقد أن الكنيسة هيكون ليها دور، لكن محبة الناس ومنها الوزراء والرؤساء ورئيس الوزارة دول محبتهم التي تجيء عن طريق الكنيسة ده هي هتفيدنا في المباحثات. هل في هيكون في زيارات أخرى الفترة القادمة من جانبنا أو من الجانب الأثيوبي؟ قداسة البابا تواودروس يأمل في توحيد كنائس العالم، وقلبه منفتح وفكر منفتح، ده شيء جميل، لكل الطوائف والمسيحية. وأعتقد أنه هو بالمنهج الجديد أنه هو مش هو الوحيد الأوحد، ده هي هتدي نظرة جديدة لكنائس العالم. وبدليل ان اول خطوه عملها ان عمل حاجه اسمها مجلس كنائس مصر. مجلس كنائس مصر بقى كل على إيه؟ كنائس المصريه بروتستانت وكاثوليك واسقفيه وارثوذكسيه كلهم بيبقى ليهم اجتماع دوري على ترابيزه واحده. طب ما ده حاجه مهمه جدا احنا كنا مفتقدينها الفترات اللي فاتت، وكان بيبقى فيه بعد شديد جدا ما بين كل الافرع يعني. دلوقتي في تنسيق جيد بين الكنائس، ولما بيوصلوا عايزين يعملوا اي تغيير بيعملوه مع بعض. هو الحقيقه اما تواودروس شخصيه فريده ومتواضع وراهب بجد. احنا عايزين دايما نبص للخارج انه برضو يكون الكنيسه ليها دور كبير قوي عموما مش بس في اثيوبيا، هل ده هيحصل برضو في الجدول القادم ان شاء الله؟ احنا لينا كنائس كثيره في افريقيا. في افريقيا لينا في كينيا، لينا كنائس كثيرة. أنا مش عارف التعداد مظبوط، لكن ده هيفتحنا
على العلاقات الحاسنه مع افريقيا. ما هو ده، هي دي النقطه. ان طبعا في امريكا انت عارفه انه معظم الكنائس لما فخامه الرئيس بيسافر بيعملوا له مهرجان. ايوه طبعا بيحتفلوا، بتكون استقبال الزياره يعني بيكون رفيع المستوى يعني. جدا الحقيقه. احنا عندنا دلوقتي ما يقارب ال 350 كنيسه في امريكا، حاجه عظيمه. فيعني ده هي كويسه. وفي الكنائس في اوروبا عملت ايام الاخوان المسلمين وايام السيسي مؤتمرات جيده من اجل انقاذ الدوله من ان احنا نكون دوله دينيه. نعم. ومش بس كان المسلمين والمسيحيين بيشتركوا في هذه بيشتركوا المؤتمرات. مع بعض. لكن وجود الكنائس ووجودها صلب في اوروبا وامريكا، ده بيخلي ان الكنيسه هي المحور بتاع المسلمين والمسيحيين في الخارج. وحتى لو تعرفي ان بعض الدول ان المهاجرين الجدد سواء مسلمين او مسيحيين من مصر بيلجأوا للكنيسه اول حاجه، لان هي بتساعد ده وبتساعد ده. بيبقى ليها بتقدم مساعدات كتير قوي، دي حاجه محدش يقدر ينكرها الصراحه. يعني الكنائس في الخارج بتقدم مساعدات كتير جدا جدا، وحتى يمكن في مصر كمان، لكن دورها في الخارج محدش يقدر ينكره ابدا. وده بيرجع برضو للدعم الكبير قوي اللي بتقدمه الكنيسه الام هنا في مصر معنويا على الاقل. يعني الانبا تواطروس قال الكنيسه بدون مصر مش كنيسه. شيء جميل. لكن الكنيسه وفي وجود مصر هي كنيسه. يعني ما نقدرش نبقى كنيسة بدون مصر. احنا اسمنا الأقباط الأرثوذكس، يعني المصريين الأرثوذكس. صحيح. أول حاجة مصريين. مصريين، وهي دي اللي بتجمعنا دايما على حاجة واحدة. الزيارة بكرة هتنتهي آخر النهار، يعني إن شاء الله هيكونوا موجودين في مصر بكرة ولا بعد بكرة الصبح؟ أنا ما أعرفش الجدول. مفيش معلومات. والأمن ما بيقولش معلومات، مش عايزين نعرف المعلومات دي. صحيح، هنعرفها ليه طيب؟ لا صحيح، أنا بشكرك جدا دكتور شريف على وجودك معانا النهارده، أنت نورتنا، وبنشكرك على قبولك استضافتنا في نهارك سعيد. الله يخليك. أشوفك المرة القادمة إن شاء الله يكون في تطورات أكتر، ودايما ده المتوقع من الكنائس المصرية. حضرتك طيب. ميرسي جدا دكتور شريف. مشاهدينا كان معانا دكتور شريف دوس، وهو رئيس الهيئه رئيس الاقباط في الهيئه العامه. بشكركم على متابعتكم لينا في الفقره دي. هنروح لفاصل نستقبل ضيف جديد في نهارك سعيد.